أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. رحبوا معي بكفاءة اليوم وهي كفاءة جديدة في بزنس شوي مختلف مع سيد سلطان الشرجي. أهلا وسهلا فيك سيد سلطان. أهلا فيكم. شرفت أنت ببرنامج سيدي الكريم رواد النجاح. سيدي الكريم مثل ما بنعرف أنه برنامجنا هي قصص نجاح رجال الأعمال في الدولة. نبي نعرف سيدي كيف كانت بداية حياتك العملية في دولة الإمارات؟ أول شيء الاسم سلطان الشرجي من مدينة العين وبدأت مثل ما تقولين بشغف أو هواية بسيطة وتطورت لين ما شفتي هذا هو الحال. أوكي يعني اشتغلت بس في هذا المجال صح؟ في مجال الدراجات وكذا كانت هواية من الصغر. الدراجات والسيارات. وصلت فتحت البزنس الخاص إلك صح؟ صحيح. من متى أخذت هذه التجربة يعني من متى قررت أنك تفتح البزنس الخاص إلك؟ من سنة 1998 يعني مدة طويلة يعني تقريبا في هذا نفس الفرع هذا؟ طبعا كانت بداية بسيطة وبعدين اتجهت حق مونستر اللي هو كان مونستر وحاليا هو جودزيلا. اوكي ابتديت اكيد بالاول انه ما دخلت يعني في كل المجالات هذا يمكن او الخدمات هذه تستخدمها الحين يمكن انت كنت تستخدم قبل. شو الاول بزنس ابتديت فيه يعني شو اول خدمات اللي ابتديت فيها في البزنس هذا؟ اول بزنس هو كان درجات الدراجات والقطع غيار والتعديل اوكي والاشكال تقريبا تغيير الاشكال بس هي اللي كانت الاشياء اللي كانت متعمق فيها اللي هي الانجن يعني اللي هو البرفورمانس الاداء كان الافضل لنا نحن. بما انه وصلنا الى جودزيلا للسيارات والدراجات خلينا نتكلم اكثر عن جودزيلا. شو خدمات اللي تقدمها للناس او انواع مثلا السباقات؟ مثل قبل اللقاء تطرقنا انك شاركت يعني في سباقات. خبرني ابرز السباقات اللي سواها سيد سلطان. الخدمه للكاستمر طبعا هي فارقه من بين موضوع السباقات. موضوع السباقات جزء والخدمه للكاستمر هو جزء ثاني. خبرنا اياها الاثنين. الخدمة للكاستمر هي من ناحية كل اللي يتمناه الكاستمر من ناحية لو كان الأداء لو كان السيرفس لو كان تعديل في الأشكال تعديل في الانجن يعني نفسه تعديل في السسبنشنات في الديزاين 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 كامل يعني اللي هو اللي الكاستمر اللي يتمناه هو كل شيء فيه موجود بيحصله يعني. ومرحلة السباق هات مرحلة ثانية طبعا هذه باختيار اللي هو الشخص شو هواية الشخص انه اذا كان يسابق لو كان حاب الشغله هذه. طبعا في ناس ما تحب تجاه طبعا كهوايتها طبعا هوايتك مشاكلك غير الاشياء هاي انت تقدر تعتبر كاستمر اكيد. اما انت السباقات الثانيه السباق يعني السباق هو يعتبر شو يعتبر يعني مثل ما تقولين هذه فئه غير عن الفئه الثانيه. نحن نقدم كل الفئات مرحلة السباق أو مرحلة الكاستمر أو السيرفس بما يسمى يعني. أكيد. طيب أنواع المعدات اللي بتجيبوها مثلاً من وين؟ كلها من أمريكا الأشياء هذه الكواليتي العالي حق البرفورمنس يعني حق الأداء. السيرفس طبعاً من أفضل المواد اللي نحن نستخدمها من شركات توتال او من شركات الكاسترول هي نفسها او طبعا من ضمن وكاله البولارس نفسها او الوكالات هي نفسها يعني كله نستخدم من افضل المواد اللي موجوده في الدوله او تكون من خارج الدوله. خارج الدوله حق المرحله الثانيه وفي طبعا حق المرحله الاولى لكن اشياء خفيفه. اكيد. طيب سيد سلطان احنا بنعرف انه في كثير الشركات يعني منافسة لك في هذا الميدان. خبرني عن جودزيلا لسيارة الدراجة شو الشيء اللي بيميزك عن باقي الشركات المنافسة لك؟ والله أول شيء كل خير الناس كلهم خير وبركة. التميز ما له حد يعني في الموضوع وما أقدر أوقف في شغلة أني أنا أكون أتميز. أنا كل يوم أحاول أميز نفسي في شغلة وكل يوم أقدم الجديد
لازم اقدم الجديد عشان انك انت تكون تتميز عن الناس. اكيد. وهذا الشيء عشان تكون خدمه متميزه. صحيح. فانت لازم كل يوم تسعى ورا الشيء هاي الشغله عشان انت شو تكون دائما متميز، ان كان في السرعه او ان كان في الدقه او ان كان تايم التسليم او الاداء البرفورمنس واللي نقدر عليه. خبرني عن شهادة هاي. مهرجان؟ هذا مهرجان ليوا. هذه المرتبة الأولى هاي أخذت؟ طبعاً. هذه في فئة الستوك. ما شاء الله. وهذه نفس طبعاً عبارة عن مراحل. الموسم كله مراحل. طبعاً حصلت المركز الأول في المرحلة الأولى، والمركز الأول في المرحلة اللي بعدها، والمركز طبعاً هذه حق الدرجة الثانية، وهذه حق الدرجة الثالثة. طبعاً هذه توجت بطل من أول الموسم لين آخر الموسم كله في المراحل الأولى. طبعاً غير غير الجوائز الثانية وغير كله في نفس الموسم. أما بالنسبة لهذه الجوائز سيد سلطان مثلاً هاي هاي المعدات الرياضية الخاصة، هذه درع من تكريم من الوكالة نفسها، وكالة المسؤولة وكالة المعدات البحرية والرياضية للقراج. أوكي. ودقة الشغل. وبالنسبة لها هذه بعد نفس الشيء تكريم للمتسابق طبعاً إبراهيم. إبراهيم الدرمكي وهذا اسمه موجود. أوكي. طبعاً هاي بداية الموسم، هذه بداية موسمنا. بالنسبة لهاي مشان ما أكسرها هذه تكملة الموسم اللي طاف. هذه افتتاح الموسم رقم واحد. مثل ما تشوفون مهرجان تلال سبيحات بطولة الدراج ريس الرملي المرتبة الأولى. سيد سلطان لهاي الدراجة خليني اشرح لي شوي عليها. هذه الدراجة من نوع البولارس اللي هي وكالة المسعود. طبعا هاي الدراجة هي اللي دائما تحصد لنا المراكز. المراكز يعني ما شاء الله عليها. قوة المحرك تبعها كم؟ هذه 1000 توربو. طبعا تختلف من سائق لثاني صح؟ طبعا عشان يجيب المركز الاول او الارقام والجوائز هي تختلف من المتسابق هو نفسه يعني شو ردة فعله وغيره. وهي الدراجات طريقة الاداء يعني. طبعا هاي الدراجة مجهزة بالتاير. التاير هذا ما يسمح لك تمشي في الجار بس حق الرمل. اوكي. طبعا درجات ما هي درجات رملية وش اسمه بس حق الرمل. وعندك السيفتي نظام السيفتي. عندك نظام الأحزمة اللي هو لازم طبعا الأمان حتى لو واحد ينقلب مثلا وهو مسوي هذا ما يصير له شيء. لا لا لا, 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 لا هذه نظام السيفتي مالهم. الكواليتي الحديد هذا هو الأصلي. البيبان انت تكون داخل الدراجات هذه معدة حق انني يكون في السيفتي ان كان في سباق او ان كان طبعا حتى السباقات لازم يكون لهم الشروط. وهذه مطابقه للشروط. طيب هاي الدرجات نفس كل شيء صح؟ طبعا نفس الدرجات نفسها بس تختلف في قوه المحرك. بس قوه المحرك في قوة محرك في شكل ديزاين الدراجات يعني طبعا براويك دراجة ثانية. اوكي. هذا من محبي السباقات. الثاني في لا يحب يغير الشغلات. هذه ما لسه فاضل فيها رقم المتسابق 19. هذه طالعا هذه مخلصة من السباق وتتجهز وبتكون هذه وبعد عندك هذه الدراجة. اوكي. اللون الاسود هاي نفس هذه صح؟ هذه هي نفس الشيء نفس الشيء. طبعا الدرجات اللي بس هذه
عاملين عليها شوي من داخل مثلا. طبعا هذه الكراسي مغيره عشان الريال هو يحب الراحه هذه. الستيرنج على حجم ايده. على حجم الريال أي مختلف حتى طبعا طبعا بالنسبه لهذا الموتور. هذه الجيجات اساسا الشخص ما تركيزه يكون على طول في ما يضل كذي وكذي من شان ما ينقلب ولا شيء. صحيح. وريني شوي درجة ثانية يعني مو تبع السباق يعني درجة تكون عادية يستخدموها عادي في الأيام العادية مثلا. مثلا هاي الدراجة الزرقاء اللي هي يعني هيك. طبعا هذه الدراجة عندي شاي دراجة من هاي الدراجة من محبين الديزاين. مبينة شكلها حلو لونها حلو بعد. طبعا الرسم بس طبعا هذه الحين قاعدين يوضبونها عشان تطلع. طبعا نفس الشيء الستيرنج التغيير شكل الدراجة الديزاين سيفتي الراديتر طبعا الريال من محبي الطرب المسجل الشاشات هذه من ضمن الشغل يعني في ناس تحب الشغلة هذه وفي ناس بعض الشباب يعني مسوين هذا تبع الصوت لأنهم يحبوا الميوزك بالضبط بالضبط يمكن يطلع مع العائلة يمكن يطلع مع أشياء طبعا أكيد. مع السيفتي مع كل السيفتي أن هذا الشيء مسكر وضع الأمان يعني طبعا مع حزام الأمان كل الموجودة الكشافات المرار الكشافات طبعا بتختلف من درجه ثانيه طبعا طبعا يعني الاشياء الثانيه هذه الكشاف صغير هذا الكشاف كبير الكشاف الثاني اكبر انا على حسب طلب الزبون بس الدراجه تنعد على حسب الزبون شو طلب الشخص نفسه هو يتحكم في طيب شو الشيء اللي بيخرب الدراجه مثلا شو اكثر شيء يخربها يخرب المحرك عدم صيانة المحرك الأوقات الصيانة بس ما في شيء أنك أنت تقدر تخرب المحرك إلا هي قلة الصيانة إذا صيانتك دورية من متى تكون دورية لازمة؟ صيانة الدراجات تختلف عن صيانة السيارات السيارات عندها بالمشي الدراجات عندها بالساعة أوكي. يعني مثلا السيرفس يكون ضمن العشرين ساعة يعني حساس فينا نقول طبعا 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 أوكي. طبعا والسيرفس مالك بعد 20 ساعة تقدر تسوي السيرفس طبعا البايك أو الدراجة هي تسجل لك الموعد وتأشر لك أن موعد السيرفس موجود ولازم تتجه حق الميكانيك أو الجراج عشان موعد السيرفس مالك محدد طبعا من ضمن الساعات هذه الدراجة عليها رول كيج تعديل بسيط من ناحية تواير رنقات عندك التوربو رنقات طبعا OMF كالة معروفة عندك التوربو باكارد حلو جربته السنة سنتين استعماله فنان عندك الليتات والرول كيج رول كيج نوعيته TMW وليتات عندك من داخل تعديل بسيط راديو عندك الجهاز اللي تكلم عن بعد اسمه رقد وبشكل عام استعمالها زين وما شاء الله مطلعة 100 تقريبا 170 180 هورس باور استعمالها جيد السيرفس جدا ممتاز يراعي الناس من ناحية دراجات وهذا طيب سيد سلطان احنا بنعرف انه في هذا المجال او في مجال ثانية انه في كثير تطور كل يوم نسمع يعني انه في صحيح. كل يوم في تطور جديد انت كيف تواكب هذا التطور في جودزيلا السيارات والدراجات في المعدات مثلا اول شيء انا امتلك ايدي عامله يعني عندها خبره و
والفريق اللي انا اشتغل معه فريق يعني متعلم، اصحاب شهادات عاليه. هذا بالنسبه للموظفين تبعك. الموظفين عشان انت تقدر تعاصر او تواكب الشغلات هذه تتطلب فريق عمل يعني قوي. اكيد اكيد لازم يكون ذو خبره يعني. صحيح، او يعني يكون تعليم الشخص عالي او اختيارك للاشخاص اللي حق المراحل هذه الجديده. اكيد ما اقدر اخلي المراحل الاوليه، ان المراحل الاوليه انتهت اليوم. كل شيء متطور عندنا. اكيد فانت لازم يكون عندك فريق قوي مواكب الوضع من ناحيه الاشياء اللي قاعده تستوي، الكمبيوترات اللي قاعده على في الشغل نفسه، الايدي اللي قاعده تتعامل مع الاله هذه او الانجن يعني. فعشان شيء لازم يكون انت عندك يعني فريق يكون قوي مواكب العصر، مواكب المرحله هذه اللي لازم انت تكون متقدم فيها. والحمد لله ان نحن نمتلك الفريق هذا وقادرين ان شاء الله. سيد سلطان، بما انه انت مثلا خبرتنا قبل شوي انه عندك شغف من لما كنت صغير في مجال السيارات والدراجات، خبرني على رؤيتك المستقبليه. والله اتمنى اني اكون في الاعلى، وان شاء الله صعب الواحد يحدد، بس اني انا يعني قاعد امشي، عندي تطلعات وان شاء الله طالع مرتي اني انا اشوف نفسك من الاوائل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يوصل اسم جودزيلا في السوق، يعني في المراتب الاولى في الامارات ان شاء الله. طيب ما خبرتنا، عندك فروع ثانية في الإمارات ولا؟ طبعا في الإمارات لا، عندي خارج الإمارات. خارج الإمارات في عمان موجود وفي الكويت موجود. كثير حلو. طيب خبرني عن الموقع الرئيسي تبعك، وإذا عندك مواقع تواصل اجتماعي. الموقع الرئيسي في العين، صناعية العين. أوكي. خلف وكالة علي وأولاده وابن حمودة. أوكي. طبعاً وال. أما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي؟ التواصل الاجتماعي اللي الانستغرام والفيسبوك وهذا كله على اسم جودزيلا، هو اسم واحد وجودزيلا أوتو. أكيد. في الختام سيد سلطان، فيك تقدم رسالة شكر لإنسان عز عليك أو إنسان كان داعم لك فترة حياتك المهنية اللي بين ما وصلت لما أنت عليه اليوم. بصراحة أشكر كل المسؤولين على هالشيء اللي نحن قاعدين نسويه، الدعم من الدولة، الدعم من الحكومة وشيوخنا اللي وفروا لنا الأشياء هاي عشان نحن نقدر أو يقدر الشباب هذا يبدع أو يطلع الأشياء هاي اللي في خاطره. طبعاً نشكر ونعجز أصلاً حتى كلمة الشكر يعني قليلة على شيوخنا وقليلة على الحكومة وقليلة على الأشياء اللي يقدمونها، يعني اللي نحن نقدمه حق الدولة. الحمد لله. وطبعاً يمكن بدايتي، يمكن أنا في شيء ما ذكرته وبذكره الحين، يمكن الداعم كان اللي كان يشجعني أكثر ويشجعني في هالأشياء عارف محمد رسول خوري. هذا كان يمكن الأب الروحي للأب الروحي بنقول للفريق هذا، وهو اللي كون الفريق وهو اللي سوى هالشغلات كلها. هذا إنجازه، وهذا الشيء أن نحن لازم نذكره، لأن الشيء هذا لازم نحن نقوله، هذا دين ولازم نأديه، لازم نأدي الدين. أكيد إن شاء الله توصل رسالة شكر سيد سلطان عبر برنامجنا رواد النجاح، وأتمنى لك سيد الكريم التوفيق على مدى السنين. شكرا لك على حسن استقبال الفريق. شكرا إن شاء الله نتمنى لك نشوف اسم جودزيلا في السوق إن شاء الله في المراتب الأولى إن شاء الله. شكرا لك سيد الكريم. شكرا. في الختام شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، للقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة. دمتم في أمان الله. We'll be right back.